فيلم من هذا الأسبوع هو هاري بوتر، وعشان نعرف أكثر عن هذا الفيلم أو عن هاي القصة اللي هي صار فيه منها كتير سيكولز بدنا نحكي مع أنس بطاح اللي هو فاوندر أوف أم إي ماجلز. أهلا. صح؟ مظبوط. طب احكي لي عن هاري بوتر الجارب. هلا وأنا عم بحكي لك بدي أسوي لك الماجيكال درينك الماني درينك في هاي الستوري. أوكي. وشربني أنا. وشربك إياه. ممتاز. طب احكي لي عن القصة. القصة هلا بدت هي في التسعينات. بحكي عن عالم تاني غير عالمنا، عالم السحرة. كيف احنا عادي من نكبر ومنروح مدارس ومنكتشف كل واحد شو عنده مهارات. الناس اللي بتكتشف انه عنده مهارات بالسحر بوصلهم رساله عن طريق احنا بنستعمل ايميل بنستعمل تليفونات. هم في عالمهم بيستعملوا البوم عشان البوم عشان ينقل السحر. هي دعوه للمدرسه بس يصير الساحر الصغير عمره 11 سنه. بس توصله شوي بس توصلوا الرسالة بيوصلوا معها إشي إنه إيش يشتري عشان أول سنة دراسة. بيروح على مكان في إنجلند اسمه دياغون آلي. بيروحوا هناك بيشتري الأشياء اللي بدو إياها، الكتب، الروبس، الواند اللي هي هاي بتنشر مرة واحدة بدياغون آلي. وبقدر يشتري بيت. هلأ عشان يدخل مدرسة في معه ثلاث خيارات، بومة أو بومة أو تود اللي هو بيجي تقريباً زي ضفدع أو بسة. بالهاوس سورتينج في عندهم بيلبسوا زي سورتينج هات، بيلبسوا طاقية. هاي الطاقية كل واحد لحال وبتحدد هو راح يكون أي هاوس. في فور هاوسز بيكون في المدرسة اللي هم غريفندور وسليذرين وهافلبوف وريفنكلو. بعد ما يصير السورتينج بتعشوا كلهم مع بعض وبتعرفوا على بعض، بعدين بيطلعوا على الدورميتوريز تاعينهم على السكن وبيبدوا الحصص تاعونهم. في بوشنز بيكون عشان اذا بدهم يعملوا مثلا زي احنا زي هاي بوشن بيعملوا البوشن وبتكون لها شغلات يعني ممكن انه بده يشفي اشي او بيخلي حدا يحب حدا او بيخليه يحكي الحقيقه اللي عنده. طيب هاي هيك تعمل؟ بتعمل شغلات زي هيك. في شغلات اللي هي بالتحويل مثلا بجيبوا فار بيحولوه لألم او لكاسه. كله طبعا بيتعلم كيف يتحكم في السحر اللي عنده ويكبر عشان يصير ساحر كويس ويهاجم على او يدافع عن السحر اللي مو كويس. طب ايش في بالقصه شيء بيعطل مسيرتهم او بيخرب عليهم؟ في دارك لورد اللي هو هدفه انه يسيطر على العالم كله. طب كمان سؤال، امتى لما تخلص هاي؟ هلا يلا جوعتني اكيد. اقول اشرب هاي. انس ليكون في هاي شيء مش مشكله يا زلمه. يلا مضمونه اشربها. وهلا معنا ماريا اللي ربحت الاسبوع الماضي بجائزة احسن حدا لبس بيشبه هاري بوتر بالماراثون اللي عمل بسينما الرينبو. ماريا كيفك؟ الحمد لله تمام. احكي لي سمعت رمحتي هاي انت. شو هاي؟ هم الايت موفيز بلو راي بوكس ست. مبروك. اظن هلا انا حاخذهم عشان احضرهم عشان مش حاضر من قبل. صراحة إذا بدك تحضرهم لازم تقرأ الكتب أول عشان كتير بتاخذ فكرة أكثر وأعمق عن كل شيء عم بيصير وكتير بيكون اكسبيرينس أحلى لو بتقرأ وبعدين بتحضر الأفلام. طب أوكي زين. شو يعني قولي لي إيش الإشي اللي باخذه من النوفل ما باخذه من الأفلام؟ مثال هو الباك ستوري مثلا ما بتاخذ هالقد ديتيلد من الموفيز زي ما بتاخذ مثلا من النوفلز. مبدأ كيف كان في أول إشي قبل ما هاري ينولد أهله وقصص أهله لما هم كانوا بهوغورتس ولما هم كانوا صغار وكيف كل حياتهم بلشت وكيف كل حدا مرتبط مع بعض فهلا أهله كانوا هن نفس المدرسة اللي هو كان فيها هوغورتس قبل ما هو يجي. وهو عشان هيك راح. هو مو عشان إنه كل تقريبا أكثر السحرة بيروحوا على هذيك المدرسة إنه هي أكثر واحدة معروفة بلندن. مثلا في واحدة بفرانس و طب ايش في شيء ذات يضاف تواد تحب ايش تزيدي؟ بحب اعطي فكره صغيره عن الباك ستوري وقصه الاهل وهيك عشان بحسها كثير جزء مهم كثير من القصه كلها وكثير بتعمل فرق بالقصه كلها. هلا امه لهاري بوتر كانت هي اسمها ليلي
هي عائلتها كلهم ماجلز، ما ولا حدا فيهم كان ويتش او ويزرد. وهي بس اجت لما على هير 11th birthday اجتها من الاول، اجتها الاكسبتنس لتر لهوغورتس. وبكون عندها جار هو اسمه سيفيروس سنيب، اللي كمان بالموفيز بعدين نتعرف عليه وبيكون له دور كتير كبير بكل الموفيز والكتب. واللي بيصير انه هو بيطلع هو كمان ويزرد، وبيصيروا صحبه وبيصيروا يتعرفوا على بعض وكل شيء. هلا لما يروحوا على هوغورتس كل شيء بيتغير بين صحبتهم. بتصير هي لانه هو بيروح على سليذرين وهي بتروح على غريفندور، اللي هم تو هاوسز بهوغورتس، وبيكونوا كثير هم حلفاء، وما مو يعني مش مفروض يكون حدا من غريفندور صاحب مع حدا من سليذرين، لانه كل افكارهم غير عن بعض. بتلخبط بعرف كثير. اوكي رح اعطي هلا، رح احكي بسرعه كثير. لا عادي، بس هو انه شوفي عن جد الواحد لازم يقرأ النوفل ما يحضر الفيلم، لانه كثير صعب. طب اسمعي سؤال. أوكي. انا ما اني حاسس ايش الجواب، انا اظن عارفين شو الجواب، بس مين اكثر كاركتر بتحبيها؟ بكره لما الناس يسالوني هذا السؤال، جد صعب، لانه في يعني مش هاري بوتر، لانه صراحه لا مش هاري بوتر. اوكي قولي لي مين هلا. هو الفكره انه كل واحد له، انه له بارت هو له بيستحقه انه اوكي